بعدين كلهم كانوا مبسوطين. لا مش هقول كده. يو يو كيدز 1 2 3. عارفين النهارده هنعمل ايه؟ ايه هنعمل؟ ستوري او قصه بالستيكس اللي معانا. فانتوا هتبصوا على واحده واحده وبعدين نتخيل القصه. اوكي. في مره خلاص انا عارفه انا اعمل ايه. كان في سوبر هيرو في مره وطلع في ضج وبيطلع الشارع كان في عربيه بتيجي فقام السوبر هيرو بياخده وطيره فوق في الرصيف. اتفضلي برجر. اتفضلي برجر. طافي بدي البرجر. لا دي هتكون سهلة قوي لو انا. مرة كان في صحاب ركبوا الباص وبعدها راحوا المدرسة والتيتشر بتعلمهم وبعدها راحوا البيت اكلوا سالاد وبرجر. كان في واحد بياكل اكل صحي وبعدين قرر انه ياكل جانك فود زي دونتس او برجر. وبعدين مره صحي لقى نفسه فيل فجده قال له انه لازم انت تاكل حاجات هيلثي تانية. فبعدين اول ما اكل حاجات هيلثي تانية رجع ولد زي ما هو كان. كان في كاسل وبعدين كان في برنسس قاعدة جوه الكاسل وبعدين جاي ديناصور راح جري وبعدين كسر الكاسل بتاعت البرنسس. بعدين كلهم كانوا مبسوطين. لا مش هقول كده. مرة كان في واحدة وواحد كان عندهم عيلة بس في واحد ما خلصش الواجب ففضل في البيت بتاعه بس عشان هو سابهم فراح في الجنينة يروح الزوق قابل نحلة ووصل أسرع بالزوق وبعدين بقى يحبها وبعدين ركبوا تاني الهورس. كان في ولد كان لابس سوبر هيرو كاستيوم بعد كده قلع الكاستيوم بعد كده راح السكول بعد كده ما كانش عارف يعمل اي حاجه مش فاهم التيتشر. بعد كده العائله بتاعته جت وقالت له شجعته. بعد كده كان في برنسس جت تقول له اتعلم. بعد كده لما جريمبا جت له لوحدها جت وقالت متخافش انت هتتعلم خلاص. وبعدين الهورس هنا وبعدين انا خلصت.